مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة تشهد انتشار أنواع غريبة من التحديات، منها ما يكون له بعد إنساني مثل تحدي دلو الثلج أو الذي انتشر للتوعية بمرض التصلب الجانبي الضموري وجمع الأموال من أجل أبحاثه، ومنها ما يكون من أجل الترفيه فقط، فيما يحمل البعض الآخر نتائج كارثية لا يمكن تحملها وقد تصل للموت أحياناً. كالتحدي الأخير مشاهدينا الذي انتشر عبر تطبيق تيك توك ومنه على السوشيال ميديا كلها، ويتطلب هذا التحدي وضع قطعة نقود معدنية في المسافة القصيرة بين شاحن الهاتف ومصدر الكهرباء وتسجيل هذه اللحظة في فيديو ثم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن النتيجة مشاهدينا تكون كارثية، دعونا نرى ماذا يحدث. كما رأينا مشاهدينا يتسبب التحدي بتلف كهربائي وقد يصل الأمر إلى حريق، ولا تتفاعل جميع مقابس الكهرباء في جميع أنحاء العالم مع هذا السلوك بالطريقة نفسها، لكن وضع أي جسم معدني بالقرب من المقبس هو أمر خطير جدا ويسبب حروقا شديدة، وحدث هذا بالفعل في الأسابيع الأخيرة الماضية، واندلع حريقان داخل منزلين في إحدى الولايات الأمريكية بسبب هذا التحدي الغريب. لهذا انطلقت الكثير من التحديات للآباء خوفا من انتشار التحدي بين الأطفال وتقليده، لأن الأطفال لا يدركون كم المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها إذا نفذوه في غياب الأهل. حالة الذعر هذه انتقلت مشاهدينا على تويتر، وكتب الكثير من المغردين من أن تحدي تيك توك الجديد يشكل خطرا على حياة الكثيرين وليس من يقوم به فقط، لأن نتيجته تكون حرائق خطيرة بسبب ماس الكهربائي. ودعونا نتابع مشاهدنا أبرز التعليقات التي رفضت تحدي تيك توك جملة وتفصيلا. تحدية غريبة تسببت فيها مواقع التواصل الاجتماعي، فمن وجهة نظركم مشاهدينا كيف يمكن السيطرة على التحديات الخطيرة كتحدي تيك توك الأخير؟ انتظروا إجاباتكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل شير الغزل.